السلام عليكم خوت، شو الدراري كاع حاصلين هنايا القنصلية ديال المغرب؟ شو انت السيكيريتي واقفين ما باغينش يخليونا ندخلوا القنصل؟ شي واحد من القنصلية جا طلع علينا ومشى دخل، فهمتي؟ اش من ما يتوازى العذاب لك حالة ديالنا، فهمتي؟ ولاو كيحبسونا على القنصلية ديالنا ما ندخلوش ليها، حنا في نواديهم. طلع عليا، فهمتي؟ أنت عباد الله كاملة ربع أيام وحنايا كاينين عند الحدود ما بغاو يديروا معنا والو. بنادم كيمشي وكيجي كيمشي وكيجي ولاو كيحبسوا عباد الله. شو هذا بنادم ولا كيحبسنا على شي حاجة من حقنا، ولاو كيحبسونا عليها، فهمتي؟ وكيطلعوا علينا وكيدخلوا. دراري صغار شو هنا كاع عيالاتنا ولادنا. البارح ناعسين في الخلا والبرد والبرغوت، شوف بنادم ناعس مكمش مرتاح حنايا معذبين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم العالقين في معبر الحدودي بمنطقه موريتانيا. اليوم الجمعه على الساعه 6:30، كما كتشاهدوا الناس اللي عالقين هنايا، لا احد يتكلم، لا احد كيحرك شي ساكن، لا احد كيدير شي حاجه. الناس راه باقي هنايا واحلين، كي كنشوفوا راه المغاربه ها هما هنايا كاينين هنايا، هما حاطين ولاو حاطين كلشي ديالهم، ولاو مخيمين هنايا، لا طواليت لا حتى شي حاجه ما كاينه. العيالات راه هما اللي باقيين هنا راه تقريبا 20 مرا هنايا وبولادهم وكلشي ديالهم هما هنايا كما كتشوفوا. بالنسبه للخبر واش كاين شي حاجه ولا ما كايناش، ما كاين حتى شي حاجه، ما هنا باقي الناس باقي معذبين، باقي كي تشوفوا هما هما الاخرين اللي صورتهم فيه تصوروا ليكم. ما كاينش اللي يسول فيك، ما كاينش اللي تقرعت الماء هي الاخرى، ما كاينش اللي يسول فيك. ولا اله الا الله، نتمنوا من السلطات يتدخلوا، ولو بي اي شي حاجه، ينعرفوا بعدا راه الوطن ديالنا راه باقي بغانا ولا شي حركه، ولا المهم يديروا اي شي حركه كاع. هما تيخرجوا حتى واحد ما دعا فينا امام القنصليه، كاينش اللي تسوق لينا والو، تنسوا حتى حاجه.
نتمنوا من الله يشوف من حالنا. يا ناوية الميمة يا ناوية الزينة ولا بغيتي ربي رانا مقصرين. يا ناوية الميمة يا ناوية الزينة ولا بغيتي ربي رانا مقصرين.